مشاهدي الأحبة، متواصلين معكم في فقراتنا في صباح العيد، وأيضا دائما العيد ما يحلى إلا بضيوفنا اللي تواجدون ويانا. واليوم ضيف عزيز علي، قبل ما يكون عزيز على البرنامج، فنان رائع والمبدع حافظ العيب. عيد أضحى مبارك، أيامكم سعيدة، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم بألف خير. السلام عليك يا حيدوري وعلى صديقتي وعزيزتي وأختي الراقية ومن المواقف الطيبة صابرين، وعلى كل أصدقائي بشبكة الإعلام العراقية، وأني أحبكم تدرون يعني وأعزكم. وإن شاء الله يا رب يبقى هذا العيد خيرات ومسرات وأمل فيه من التألق والمحبة الدائمة إن شاء الله. أجمعين يا رب، وكل عام وأنتم بألف خير صحة وسلامة عليك وعلى أهل. أجمل ما نشوفه بالهدايا ومناسبة الأعياد هو أنه التواجد الفنانين اللي يرسمون الضحك والابتسام على وجوه أهلنا وناسنا طيلة أيام السنة، فأنت أحد هذه الأسماء المهمة جدا. أريد أعرف دور الفنان الكوميدي في أيام الأعياد، وخصوصا كيفية تفاعله ويا الناس واستذكار بعض المواقف الجميلة وأيضا تواجده في الأماكن العامة. لا هو أكيد الفنان لا يخلو من القيمة الفنية الحقيقية اللي ممكن أن يتعامل بها حتى بعد أن يقدم العطاء، يعني حتى خارج نقول المشهد اللي قدمه، وليس في العيد فقط وإنما حتى خارج أيام العيد. بالضبط. فمن واجبه الإنساني ومن واجبه الأخلاقي أنه يقدم المتعة والجمال وراحة البال، أن يكون دائما وأبدا في استقبال الآخرين بابتسامة ولو وبحديث يجعل الآخر أن لا ينظر إليه نظرة متشائمة. يعني الفنان العراقي، وخاصة الفنان العراقي، لأنه إحنا أكثرنا انتماءاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الاجتماعية ومحبتنا لبعضنا تجعل الفنان العراقي هو ليس عبوسا وإنما هو دائما بشوش. فندعو من الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه الجماليات على وجوهنا وفي روحنا، وأن نقدمها بشكل جميل وبشكل وانت روحك جميلة وحلوة بقى. يعني بعيدا وانت قدامنا دائما نذكر هذا الموضوع، خصوصا من خلال البرامج اللي تقدمها واللي دائما تكون موجودة لك بصمة بها. دائما كنا عندنا طقوس بالعيد، أحسنتي. وشنو الطقوس اللي تبدي بها؟ والله أنا جليس الصباح دائما، يعني قبل العيد وبالعيد، ولكن بالعيد يعني شوفني طفل صغير، يعني اقعد الصبح مثلا عايش قبل يقول له يخلي الملابس جوا المخده، لا ساعدنا مكوى صحيح كنت اي ف اني جليس يعني جميل مع بيتي مع اصدقائي، فالصبح عندي قائمه من الاسماء اللي بعيدين عني اكيد راح اتواصل وياهم بالتليفون سواء صوت او رساله يعني حلو، واللي قريب من عندي لا احاول ازوره يعني حدد له وقت حتى اقدر ازوره، وايضا يعني من اصدقائي اللي قريبين علي اليوم مثلا الصبح انا جيتكم يمكن من الصبح مو جيتكم انا اقرب قبل صابر اللي انا وياك سوى جينا فيعني مثلا عندي صديق عزيز علي يعني ما بدون ذكر الاسماء يعني عايدتهم الصبح طلعت من بيتنا ورحت لهم حلو إيه قال لي جايب كاهي، قلت له لا والله سمعت عندك كاهي كليتش هو مقدم لك ها كليتش لا انا ما احب ما احب اي ما احب هاي الاشياء ويبس كاهي الجيمر ولا اكلت كاهي بس عيديه ما هيك بس قلت له قال لي ها شنو جايب لي كاهي جيمر قلت له لا سمعت عندك كاهي بس طيب استاذ حافظ مهما يعني مر الزمن ومرت علينا الايام والحياه تطورت وغير الامور تبقى الذكريات عقب ذهن تبقى الاشياء والطقوس الحلوه بايام العيد بالبدايه نحشي لك فد موجود خلني اسمع منك لا هي مواقف كثيره حقيقه يعني انا مرت علي شيء من الحزن وشيء من الفرح ان شاء الله ايامك سعيده ايام العيد انا اتذكر الابتسامه دائما يعني فد يوم مثلا انا كنت صبي صغير واحب هاي الملاعيب واحب اصعد بال دولاب الهواء واصعد بال هذا يسمونه اللي الصحن الطائر ايش يسموه هذا اي فانا مكيف عندي فلوس وكنت اعتقد بالسادس ابتدائي يعني فانطوني فلوسي ورايح لل مدينه الالعاب وصلت قريب على القناه لان هي قريبه على القناه كان بيتنا احنا بالمدينه وجيت
ماكو فلوسي. لا لا فراحت الايدي وانا بعدني يعني ناخذ لنا بيت شيء لا زين يعني ما باقيت لو شنو؟ لا وقع ما اعرف يعني خرده قبل ماكو خرده دراهم مو دراهم وعشرات و فلوسي ماكو زين فوقفت يعني بالباب يعني اخذت لي تاملات يعني فرجعت لصعدت ولا هذه وحاولت اخذ من البقيه من عمامي اخذت لك فره ثانيه رجعت رجعت مشي رجعت مشي للبيت يعني اليوم كنا نتحدث عن البرامج عن دورك دائما احنا يعني نحب نشوفك دائما بالشاشه لكن انا احب ايضا اشوفك على المسرح يا صابرين الحديث ولا يخون تعرف الأعياد العوائل يعني دائما هي تكون ذواقة في الأعياد يعني مثلا المسرح المسرح قيمة فنية كبيرة لا يمكن أن تتجاهلها أبدا ولا يمكن أن تستهين بها بمعنى آخر أنه لما يكون هناك نص محترم وهذا النص قادر على أن يقدم شيء للناس ولتاريخك أيضا هنا أنت واجب عليك أن تكون أكثر حرصا وأكثر محبة وأكثر تقديرا أن تقدم هذه هذا النص المسرحي. أنا ما شفت هذه القضية يعني حقيقة ما جاني نص بالمستوى اللي أنا أبحث عنه يعني. نعم. لأنه إحنا اشتغلنا نصوص عديدة قبل 2003 وفيها من التورية وفيها من الكوميديا الموضوعية وفيها من حتى من الكوميديا الاستعراضية وقدمنا بشيء جميل وكان هناك جمهور. رغم كل الظروف الحصار والألم كان أكو جمهور يعشق ويتذوق المسرح بعد 2003 حتى ندخل في مرحلة هو أنا نتحدث عن الأعمال الكوميدية في الآونة الأخيرة هذا يعني سؤالي كان عن هو المسرح المتغيرات يعني اليوم أحكم متغيرات يعني حتى احنا اليوم في هذا الاستوديو أنا هنيكم عليه شوف أكو جمالية أكو فد شيء من يبهر النظر يعني اليوم أكو متغيرات صار أصبحت بالمسرح وأنا أقصد هنا المسرح الشعبي طبعا لأنه المسرح الجات هو حصد للجوائز في المهرجانات العالمية والعربية وهناك من يتهيب من المسرح العراقي حينما يشارك في مهرجانات خارج العراق يحصد لا يقل عن جائزة أو جائزتين أو حتى يوصل إلى 4 جوائز في المهرجانات فهذا دليل أنه الفنان العراقي المسرحي واعي وذكي هو وهذه المجموعة طيبة أما على صعيد المسرح الشعبي يعني هناك بعض التفاصيل التي لا تنتمي إلى منظومة المسرح يعني المسرح قيمة ثقافية مثل ما قلنا في البداية البعض تجاوز هذه القضية وبدأ يبحث عن قضية أخرى غير القيمة الفنية اللي موجودة بالمنظومة المسرحية يعني تجاوز على النص يتجاوز على المتلقي يتجاوز حتى على قيمته كفنان أحيانا يتفوه بمفردة معينة وهي الغايه من عتها ان يكسب الاخرين بنكته معينه وهي بالنتيجه اعتقد هي تقلل من شانه ومن شان الناس ومن شان التاريخ المسرح هذا اللي خلاك تبتعد بالفتره الاخيره عن المسرح أنا التجاري ما جاني نص يعني نص او انت اذني الاشياء اللي طرحتها هي كانت سبب اضافه الى عدم وجود نص اليوم شفت دخلاء انا في يوم من الايام اذا تسمح لي في يوم من الايام واحده من المسرحيات قلت لهم رحت شفتها قلت لهم لو منطيني هذا النص انا يمكن كان يعني رجعت للمسرح بشكل آخر أنا من 2003 لحد هذا اليوم أنا ما اشتغلت مسرح تدري وهي يمكن تصريح أول مرة أقول أكثر من يعني ما اشتغلت مسرحية شعبية مثل ما كان معروف عني أنه أنا كل سنة أنزل مسرحية والمسرحية طول سنة وأحيانا أكثر من سنة كل مسرحيات اللي اشتغلت وبود وبمحبة وبإبداع مع الجميع يعني أستاذ حافظ غني بالأفكار دائما حتى البرامج اللي تقدمها تكون هي مبنية على أفكارك ما معقول اليوم أكو فكرة وأكو كاتب بأنه ينضج هذه الفكرة وتقدم عمل مسرحي جميل وترجع الروح من جديد للمسرح التجاري اليوم الجمهور بدأ يتجه إلى اتجاهات أخرى لأنه وهذه طبعا هي بالمناسبه هذه الظاهره ليست بالعراق فقط حتى خارج العراق يعني عندنا اصدقائنا بالخليج وفي مصر وفي بلدان اخرى هذا المسرح بدا تقريبا لربما يصبح اسبوعيا عند بعض البلدان يعني عرض اسبوع يومين وخلص احنا كنا يوميه وبايام العيد والمناسبات نعرض احيانا 3 عروض باليوم 3 عروض يعني اليوم القضيه اختلفت يعني بسبب هذا التطور التكنولوجي والابداعي وتجيك اعازات انا ارفع لي اعازات اليوم الله اللي يستر منعته تحدث شوي عن مسلسل بيت الطين
اتكلم انا على اي شيء تسالوني حبيبي. تسلم. قدمت بها شيء من المتعه وايضا كان بها الطرافة، لكن احنا كان بها اللهجة الجنوبية. نعم. بعضها انتقد هذه اللهجة والبعض لا، كان هو قال انه هي من اجمل ما تكون. شو رايك؟ لا لا شوف، تعدد اللهجات موجود عندنا في العراق. يعني هسه انت من تجي حتى نتكلم بشكل اوسع يعني. نعم. بعض انتقد انه هي السخرية مثلا. لا لا, لا. مو بهالشكل، انا انظر للقضية مو بهذا. نعم. يعني عليها وقدم شخصية محترمة. وابن الريف ايش يتكلم؟ شو تكلم؟ اسمع دا اقول لك مثلا اللهجه بغداديه مثلا، يحكي بالمصلاوي او يحكي بالجلف في الموضوع. هي كل محافظه لها لهجه، او كل حتى في بعض المحافظات تختلف المناطق، هناك لهجات. صح، تعدد اللهجات. في يوم من الايام مثلا، انا حتى اضرب لكم مثل، كانت عندي مسرحيه اسمها ليل وطرب، اخرجها محسن العزاوي تحياتي له والله شافيه وعافيه وكل عام هو بالف خير. هذه المسرحيه كنا مجموعة من الفنانين الراقيين، آني وتمارة تمارة محمود وأنعام الربيعي وإحسان دعدوش وسامي محمود ومجموعة طيبة. نعم. كل ما أطلع أنا الشخصية الريفية الوحيدة بالعمل. كل ما أطلع بالمشهد أكو وفد قطري قاعد يتفرج علينا. مش حكي. فأطلع أنا يضحكون. أنا حقيقة أخذت على نفسي هواي تفاصيل يعني. قلت ليه الشبيه مثلا ملبسي مو حلو؟ بالعكس أنا زين ملبسي، أدائي زين. فبالاستراحة الفصل الأول إجوا يسلمون علينا. فسلموا علي ضحكوا. سألته قلت له أنا كل ما منتبه لكم، لأن هم لابسين كلهم أبيض. عقال يعني ملبسهم جميل. قلت لهم أنا كل ما أطلع أنتبه لكم يعني تضحكون من الضحك. قال لي، قلت له في حين انا اتكلم باللهجه الجنوبيه العراقيه، قال يبا موسيقى. الله، يبا كلامك موسيقى. فاللهجه الجنوبيه هي موسيقى، لكن من يتكلم بها او من يجيتها يجب ان يكون واعي، لا يسيء الى بعض المفردات. هي مفرده يعني، انا ابن الجنوب احكيها بفطرتها، يحكيها بس لا يسيء بالتصرف. نعم. لانه انت هسه بغدادي، عندنا كثير من اهالي بغداد بنتكلم، هسه بدنا نتكلم احنا بلغتنا الطبيعيه، بس هناك من يسيء، اقصد هنا يحرف. نعم. بالمفرده مرات نمثل احنا، يقول هلا وشلونك، هو حكاها هلا وشلونك، بس من مثلها بطريقه اخرى، وهناك من يقول هلا وشلونك، اختلف الموضوع. من يؤدي اللهجه الريفي لازم يؤديها بطريقة احترامها، احترام تاريخها، احترام هذه منبعها منين. نعم. احنا اما نجيب مسلسل ريفي وما نتكلم به ريفي، راح يقول لك عليهم وين وين الريفية يعني. مشاهدي الأحبة، متواصلين ياكم في صباح العيد، وهذه عودة من جديد مع فنان المبدع الأستاذ حافظ العبي. اليوم كن نتحدث عن الأعياد وإحنا تحدثنا بها والعيدية، لكن خليني أخذناك إلى موضوع آخر. اليوم شو رأيك بالسوشيال ميديا وأيضا كثير من الفنانين اللي ظهروا يمثل، هو يدعي أنه فنان بالأداء لكن هو ما عنده أساس صح؟ المحتوى دائما أنا يعني ضد من يستغل هذه المنظومة الثقافية المرئية اللي ممكن يشوفها الكبير والصغير. نعم. إذا لم يكن هناك محتوى محترم يجب أن تكون هناك رقابة. نعم. وتكون هناك جهات معنية مثل ما دي يقدم هذا المشهد اللي فيه من المفردات السوقية، فيه من المفردات التي لا تليق لا بثقافة العراق ولا بتاريخ العراق ولا بالإنسان العراقي. نعم. أخذ لك كوبي، هاي نصيحة للمعنيين، أخذ لك كوبي وخلي على صفحة وأجي أحاسب لهذا، لأن هذا دا ينشر كلام لربما يأثر على الطفل اللي بعده. صح. دماغه ما مستوعب إلا هذه. أكو مفردات يا أخوان، وهذه ذول اللي الله يخليكم الله يخليكم، يعني ذاك اليوم شوف الطفل يعني متعلم مفردة يقلد مفردة، آسف ما تنقال يقلد، وانت تجي تخليها. هي المشكلة أستاذ حافظ اليوم، جنون المشاهدات. نعم. هي اللي خلت البعض، وحتى للأسف حتى اللي داخلين في هذه المجالات. نعم. لأنه اليوم المنتجين هذا بعد ما ماخذين الشغل الثاني، يبحث على الشخص اللي عنده مشاهدات حتى يسوق من خلاله.
اختلاف التسويق سابقا، التسويق ما يجوز ما يكون بهذه الطريقه. يعني اليوم اني لما اني اتمنى هؤلاء الشباب ان يقدمون مثل يعني يسوقون نفسهم عبر هذه المواقع، خلي يقدم محتوى طيب، بالعكس احنا وياه ونساعده ونجيبه ونتوسط له، خلينا نقول بهذه الطريقه ونخليه يشتغل. لكنه انت لا تقدم طريقه وبالنتيجة لما أنت تجي تقف مع ممثل صار لكذا زمن أنت ما فهم الشخصية، ما داخل في عمق الشخصية، والله شنو، لأنه هذا عنده مشاهدات بالضبط. هذا أنا أعتبره حقيقة يعني شيء يسيء إلى قيمة الفنان العراقي. الكثير من المحاور الجميلة وخصوصا في باقوا يعني الكوميديا والدراما وغيرها من الأشياء باقوا يعني. لكن مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل ومن بعدها على الخير نتواصل. أعزائي المشاهدين رجعنا وياكم برنامجكم صباح العيد، واليوم عندنا ضيفين جميلين حيدر وصابرين، والحديث وياكم حقيقة حديث جميل. واليوم أنا سعيد أن أكون أيضا أنا ضيفكم وضيف العراقية وضيف هذه الوجوه الطيبة وضيف على البيت العراقي، وإن شاء الله يا رب يبقى العيد عيد خيرات ومحبة وسلام على كل العراقيين أينما يكونوا في الداخل والخارج. فأنا راح أسألك سؤال حيدر، كيف جدتك فكرة تقديم البرامج؟ شلون لأن اشتقيت للتقديم. بس هسي أوكي معتبرني ضيف أنا مو زين، أقدر أخذ المجهود مالتك الفني يتحول يصادق يصير ما يصير لا المشكلة لا المشكلة مو لا المشكلة حلوة لا هو الواحد التقديم يتعلم لا بس يتعلم لا بس، لكن أن تأخذ مجهود الآخرين ونسبة إليك هاي كارثة يعني، هذا لا يجوز يعني. بس زاحمتونا أنتم بالبرامج، احنا نتمنى لكم الخير، زحمناكم اقول رزق هذا احنا ما نزاحم، احنا قدر ما نقول يا ربي يوفق كل اللي عندهم عطاء وكل اللي قادرين ان يقدمون شيء للناس. خلال ايام العيد الاضحى المبارك بانه صار دخول مجاني لجميع المتنزهات الموجوده في بغداد وايضا في عموم العراق، لانه هذا هي ايضا فرصة للعوائل الخطية المتعففة أو ما بإمكانها تدخل أو أعدادها كبيرة فتروح تعتبر هذه المتنزهات أستاذ حافظ بأنها متنفس خاص بالنسبة يعني. بس أيضا إحنا يمكن ذكرنا في البداية مع زميلة رسل أنه يفترض أن تكون هناك يعني الواحد يحافظ على صحته على قد تقدير، وأيضا يعني نتقبل نصائح اللي اليوم النصائح الطبية يعني حتى نقدر نحافظ على البيت العراقي. واليوم اكو امراض يمكن طرحت اشياء كثيره بالتنويه عنها يعني، خلينا شوي نحافظ على وضعنا نحافظ على صحتنا، وتعرف الصحه هي مهمه جدا يعني اكيد، خصوصا موضوع الصحه احنا كل شيء ما فيها يعني. خصوصا هسه قرار راجعه بكثره ولازم الكمامات يعني وهذا مال القرود جانا صفر حنحكي على كل الاشياء. مشاهدي الأحبة متواصلين ياكم في صباح العيد وأيضا عودة من جديد مع فنانة رائع حافظ العيبي. شفت المواطنين بالزوراء اليوم من الصبح رايحين، بس احنا دائما العراقيين متعودين على الأكل يعني رايقوا غدا؟ لا هو أكيد يعني اللي يروح لأيام العيد عادة احنا العراقيين نفكر دائما ناخذ ويانا أكلنا ويانا، وهو مو بمعنى الأكل بس هو حتى اللمة العراقية يعني شوف الأولاد وشوف الأمهات والبنات والأخوة والأصدقاء ينجمعون على مائدة، وهذه المائدة هي اللمة العراقية والمحبة العراقية والطيبة العراقية كلها تنجمع على هذه المائدة. فأيضا نصائحنا أنه لأن هذا المكان هو مكان عام يفترض أنه أن يحافظون على هسه يقول لك حافظ عيب اشتغل بالامانه لا والله اتوقعها اليوم انه المهملات ما تبقى مكانها اي لا يفترض انه بها اكياس وتخلى لانه ايضا يعني تحدث حاله من التلوث لربما استاذ يعني. حافظ بانه دائما الفنان الكوميدي يكون قريب على العوائل قريب على الناس. انا كلش قريب عليكم اكيد ما شوف خليني بعيد انا تشرب مي لازم يردني تطوال التباعد شروط التباعد مو احسن قريب عليهم بالمواقف حتى اللي يصير بيها. اكو بعض المواقف قدرت توظفها من خلال اعمالك واذا نستذكرها وياك هوايه شفتها اي هوايه يعني اكثر الاعمال اكثرها شخصيات مرات شخصيه بالمجتمع انا يعني القاها اخذها وامثلها يعني يعني في فيلم المياه الدافئه لاخراج نزار شهيد الفدعم هذا بدايه مشواري،
فقال لي انت تطلع ابن طالب الفراتي و الله يرحمه سكن فسيح جناته، وقال لي تطلع بس واحد لعوب يعني واحد مو كوميدي يعني لعوب، وفد واحد يعني يتحرش بالنساء، فد واحد يعني موضوع اخر زين. فقريت الناس يعني ايش اسوي، رحت شفت واحد يبيع لبلبي كل ما ايش صح لبلبي لبلبي، فاخذت كوب اخذت قمت اتمرن، عندي مرايه صغيره مو كبيره، وقف قباله صح لبلبي فاخذت هذا يعني الكاركتر واشتغلت عليه. واكو حوادث تصير بالحياه، صح حوادث تصير بالحياه، يعني مثلا برنامج اللي اشتغلته بالمقلب يعني انا اشتغلت مقالب كثيره، مثلا مقلب عرس، وايضا مقلب عرس اشتغلنا العراقيه، يعني قلت ليش يعني احنا ليش نضرب طلقات مثلا، ليش نسد الطريق، وليش نأذي العالم، يعني هي فرحه اليوم انت عندك عرس، هذا العرس لازم الكل تفرح وياك من تشوفك، انت ليش تعكر جو الاخرين وتسيء للاخرين وسبب حزن لهم، وبنفس الوقت ربما قد يحدث عندك شيء اخر فيه من الالم. فاشتغلنا على هذا الموضوع، يعني انا شفت حادثه قدامي في منطقه معينه ما اذكرها، اخاف الجماعه يقولون هاي الحادثه مالتنا، وشفت يعني ففلترتها انا بطريقتي الخاصه واشتغلتها. نفس الوقت هو برنامج هادف يوعي الناس، طبعا هو كانت برسائل عديده يعني اكيد انه لا احد يرمي عيارات ناريه، وحتى في يوم من الايام طبعا الحادثه صارت عندنا، كنت انا هنا بالعراقيه وفاز الفريق العراقي، كنت انا ضيف وطلعت بالليل اريد اطلع ما اقدر اطلع، فصورت بالليل صورت قريب بالحديقه يعني شختلت، وانه اخوان انا يعني اريد اطلع طلقات كذا يمكن نازلين نزلين للاسف صارت هواي فيها حوادث. فاحيانا ناخذ احنا من الحياه على صعيد برامج، على صعيد الدراما ايضا انا يعني مو كاتب وانما انا عندي ومضات، يعني عندي مشاهد معينه اتوظفها بالعمل، اوظفها واشتغل عليها. باقي ويانا استاذ حافظ، انا باقي وياكم مشاهد، راح اجيك اغنيه حلوه من خلال من صباح العيد، نستمع لهاي الاغنيه احنا وياك ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما هديناك هاي الاغنيه، شنو رايك فيها؟ لا لا اكيد هو ما مقصرين ترى وياك احنا، لا ابد ابد اغاني استذكار اشياء حلوه، بس ما شفت عزر ابترينا محافظات احنا وياك ما شاء الله، شنو اللي عجبك بعدين مكيف طيب؟ لا لا هو اكيد احنا اليوم لازم شوي نتمازح، اكيد مزح يعني مال خوه مال اصدقاء مال اهل مهنه مو وانت فاهم تكون اهل مهنه شخص عزيز علينا يعني اكيد، لا يعني انتم اعزاء طبعا، انا حيدور اعتبره ابني يعني بالعكس انا اتشرف وانت يعني صديقتي. شنو تبين انت كبر يعني انا اكبر من اصبح اعزاء العمر كله ان شاء الله وشوفك تقدم كثير الاعمال. حدثني عن اعمالك، انت عندك صوت يجنن. اي نعم صحيح يعني، ومو بس اليوم انت تجيد اللهجات وعلى المسرح وبالبرامج، لا يعني بس انا ما داخذك على الغناء اذا بتريد يعني، لا لا احنا نتكلم لانه إيه؟ جزء من 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 منظومه الفن جزء من مواهبك ايضا يعني الغناء والتمثيل إيه؟ والموسيقى وهذه كلها منظومه، بس احنا يعني ما يصير عيد ونسمع صوتك الحلو يعني، لا انا اغني بس انا حتى اقول لكم يعني انا استثمرت الغناء في المسرح اكيد، استثمرت في الدراما ايضا أكيد. استثمرت في يعني بس ما احترفت الغناء لانه ما مخلي في بالي في يوم من الايام انه انا اصبح مطرب وراي مجموعه موسيقيين وعندي جمهور قاعد انت عندك جمهور ما يحتاج، لا عندي جمهور بالقاعه مثلا ده يريد يسمعني كمطرب زين. استاذ حافظ ما فكرت بانه انت اضافه لموهبتك التمثيل والغنائيه بانه تجسد عمل نستذكر به الاصوات المهمه وادوارك وتؤدي كل شخصيه وتقدم كاغنيه خاصه ويكون عمل كانه كتراث ما وصلك باص منها يعني نتمنى يعني اذا اشتغلنا على هذا الموضوع اكيد فيه من الكوميديا وفيه